من مواطن زملائي بصف الحكومه والمعارضه والانسه جمهورنا الكريم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اما بعد، فاننا فريق الحكومه يؤكد من جديد على تشبثنا بموقفنا المبدئي الموالي لاطروحه البرلمان القائله الاطفال بحاجه الى تعلم مهارات الحياه الحقيقية الاجتماعية من خلال التفاعل والتعامل الفعلي والخوض والمشاركة في الحياة الواقعية الحقيقية. والمبدأ الثاني، عمليات استيعاب القيم النبيلة الإنسانية ستتضرر بسبب انشغال الأطفال باستخدام الأجهزة الإلكترونية على طريق الملك. وهدفنا من اقتراح هذا المشروع هدف نبيل، وهو المحافظة على عمليات تنشئة الأطفال الاجتماعية بطريقة سليمة فطرية طبيعية. سيادة الكرام، ومثبتين ذلك من خلال مجموعة من الحجج المتنوعة والمترابطة منطقيا ومنهجيا. أولها ما تطرقت إليه زميلتي من خلال محور الأسرة، وأنا سأواصل المحورين بقية المحورين الأساسيين، وهو مضمون الأجهزة وهو الألعاب الإلكترونية الموجودة في تلك الأجهزة، والثاني الطبيعي. سيدي الرئيس، ولكن قبل ذلك أجد أن نفسي مرغمة على رد بعض ادعاءات فريق المعارضة، حيث أن المعارضة قالت أن العولمة جعلت العالم قرية صغيرة. اتفقنا في هذه النقطة، ولكن قلنا بأن استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة لدي الأطفال في مرحلة مبكرة من مراحل نشأة هؤلاء الأطفال فساد ويقتل الأضرار الكثيرة على طالب المال. ثانيا، قالوا بأن التأثير هنا يجب أن يكون إيجابيا وسلبيا. يا أعضاء البنات، إذا كان هناك تأثير إيجابي فلا مشكلة، لأن هذا الماء له إيجابي، إذن لابد أن تكون هناك مشكلة حتى يمكننا من التناظر على هذا الموضوع. نحن لا نتناظر على الإيجابيات، الإيجابيات نتفق جميعا عقليا وإنسانيا. ثم قالوا في النقطة الثالثة أن استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة شيء عزلي. أنتم تسمعون جيدا صح؟ هذا شيء عزلي. هذه مداعبة لطيفة من أنتم تسمعون. ثم الأجهزة الإلكترونية الحديثة لم تكن قبل هذا يا طلبة، إنه وجدت في العصر الحديث. قال في نقطة الرابعة أن إذا أتينا بصبورة بيضاء ثم توجد عليها النقطة السوداء، بالعكس أعطيكم قياس آخر، إذا أتينا بالنقطة السوداء ثم هناك النقطة البيضاء، إذا الفساد هو تلك السوداء. فساد التأثير السلبي باستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة لدي الأطفال هي تلك المساحة السوداء، والإيجابية فقط نقطة البيضاء. أيها الجمهور الكريم، موضوعنا اليوم استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة تؤثر على سلوك الطفل الاجتماعي، ولكن الحكومة تقول أن استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة يؤثر على الناحية السلبية على سلوك الاجتماعي، وهذا ليس مشروعنا كما تقول المعارضة. ومعنى يؤثر بمعنى شامل وكامل الإيجابي والسلبي. نعم، شكرا. علينا أن نعرف قانون المناظرة وهل هيكل التناظري هناك مشكلة. ثم هذه المشكلة تذهب إلى الحل، ثم الحل إلى الهدف. إذا لم تكن مشكلة، الإيجابي ليست مشكلة، إذا لم يكن هناك مناظرة يا أعضاء المجلس. أما الآن أمر إلى استعراض مجموعة حججنا، وهو المحور مضمون تلك الألعاب، مضمون تلك الأجهزة الإلكترونية وهي الألعاب الإلكترونية. منطق حججنا يقول أن الألعاب الإلكترونية في الأجهزة تؤثر سلبا اجتماعيا على الأطفال. أثبتت الأبحاث في المعاهد الألمانية بأن الأطفال الذين يطيلون اللعب بالألعاب الإلكترونية القائمة على القتال والحرب والمعركة يصبحون أكثر عدائيا عداوة على المستوى الاجتماعي. إن الأجهزة فيها برامج تعليمية، اتفقنا مع ذلك، ولكن السائد القائم في الواقع نراه وثبت علميا أن الأطفال يستعملون البرامج الترفيهية والألعاب وتوجههم إلى السلوك العدائي واستعمال العنف والتطرف، وهذا لا نريده يا سادة. وأثبت هذا الكلام بالدليل. كما نعلم أن هناك برامج الألعاب الإلكترونية مثل هاف لايف، كاونتر سترايك، هاوس أوف ديت، جراند ثيفت أوتو، كل هذه الألعاب قائمة على القتل والإجرام والتطرف والعنف والقتال. هذه العناصر السلبية تعلم الأطفال أن هذه التصرفات القتال والعنف والتطرف شيء مسموح اجتماعيا. هل نرضى بذلك؟ لدينا
الفكرة في يوكي في 7 مايو عام 2012 هناك طفل بول واتشينو في تايلاند قد حاول القتل وسرقة سائق التاكسي تقليدا لما تعلمه من جراند ثيف أوتو. هذه اللعبة الإلكترونية اسمها جراند ثيف أوتو يا أعضاء البدمن. إذا لا نريد تقليد الأطفال لهذه البرامج المفسدة العنفية المتطرفة تجنبا لهذه الخطورة يجب أن نقول أن استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة يؤثر سلبا على سلوك الطفل الاجتماعي يا أعضاء البدمن. أعضاء البدمن من هم الأطفال؟ الأطفال هم شباب الغد اجتماعي. إذا صلحوا صلح المجتمع كله، وإذا فسدوا فسد المجتمع كله. والحكمة تقول التعليم في الصغر كالنقش على الأكثر. أعضاء البرلمان ويا أيها الجمهور الكريم، نذهب إلى النقطة الثانية وهي إليكم أيها الجمهور بالطامة الكبرى، ألا وهي أن الأطفال في يومنا هذا أصبحوا يميلون إلى العزلة والانطوائية بعيداً عن الحياة الأسرية، بعيداً عن مجالسة الوالدان وتحية الكبار واللعب مع بعضهم البعض، وذلك بسبب انشغالهم بهذه الأجهزة الإلكترونية لوقت طويل. وهذا ما أكدته الدراسات من جامعة UTM قبل عامي. أعضاء البرلمان، أعضاء البرلمان ويا أيها الجمهور الكريم، ننتقل إلى النقطة الثالثة وهي أثبتت الدراسات في جامعة جوشتن قبل 3 سنوات أن كثرة استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية يؤدي إلى إصابة الطفل بالتشنجات أو بالنيروس والأعصاب، مرض الأعصاب. فهم أصبحوا نتيجة لهذا المرض الطبي يضربون بسرعة ويرفعون صوتهم على الكبار، لا يحترمونهم ويصرخون في وجوههم، يعني تأثرا من تلك الألعاب والبرامج الترفيهية التي تتضمنها الأجهزة الإلكترونية. طبعا هذه ردة فعل عكسية نتيجة عن جلوس الطفل لوقت طويل وهو يلعب على الألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن، وأنتم تعلمون ذلك سائر. ثم ننتقل إلى حجتنا الثالثة من ناحية الطبيعية، وهي أن الأطفال يجب أن نربيهم على الحياة الحقيقية الواقعية يا سادة، وعليهم أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض تفاعلا طبيعيا فطريا كما كبرنا نحن. ونشأنا كما رأيتم نشأة طبيعية فطرية، هذه هي الحياة. نحن إنسان بشر ولسنا روبوت ولسنا ماكينة يا أعضاء البرلمان. إذا انشغل الأطفال باستخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة فإنهم لم يتعلموا مهارة الحياة الحقيقية الاجتماعية، وهذا لا نريد. نريد أن نعلمهم هذه الميزة. ثم يا أعضاء البرلمان، ردات أفعال هؤلاء الأطفال عندما تعاملوا مع أصدقائهم وعندما غضبوا وعندما أحرجوا، ردت في أفعالهم سيئة ومفسدة يا أعضاء البرلمان. ثم أثبتت الدراسات التي قام به كايزر فاميلي فاونديشن بإذن الرئيس لبن إن الأطفال يقضون 7 ساعات لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، أما ساعة والنصف في حياتهم ليوم واحد يستخدمون للتعامل مع الأسرة إلى وقت طويل. كل هذه الحجج تصب في موقفنا الذي يقول إن استخدام الأجهزة الإلكترونية الحديثة يؤثر سلبا على سلوك الطفل اجتماعيا. نظرا لما قدمناه من الحجج من فريق الحكومة، أطالب البرلمان قبول هذا المشروع لمصلحة أطفالنا يا عبد الله. شكرا جزيلا وشكرا لكم.